كتقول لنا حنايا راه عندنا الخدامين، هي كتخدم حاجه ما كتخدمناش حنايا اللي كنشوف عندهم. هادوك الناس اللي كانوا باغيين يطفلوا دوك الشهداء بالليل باش يتحاكموا ما غاديش تفكوا. حنا كنطالبوا من رفض الطلب لكم اللي هو باين كثرت الهضره ما عندنا ما نديروا بها، يديروا حوار بيناتهم يهودوا الوزاره ولا ماشي شغلنا. حنا الملف ديالنا خصنا تجيبوه واليوم وخدا وخدا حتى نجيبوا هاد الشيء اللي راه حنا باغيينه. جدات عرباوي إسراء البنت البقرية اللي مشات ضحية حتى هي في الأبر نتاع المناجم الفحم الحجاري، ما دينا لا حق ولا باطل. مشات مسكينة غير تحوس هي هكا وقت العطلة مشات الدور تحوس هي ما عباش براسها حتى جات في وسط الحاسي جبدناها جبدناها ميتة. هذه عامين نطالبوا بالحقوق ديالها، طالبوا بالحقوق ديالها والتعويض لبوها. بوها الآن راه مصدوم، بوها وامها الآن راه مصدومين من الموت ديالها، فجعة طاحت علينا. الشباب ديالنا كله ضحاو لدي السندرية، ولادنا بلا خدمة، حنا بلا خدمة والو. أنا مريضة مرضني لوزين، لوزين اللي مرضني الروابوز، أي لا ما درتش الروابوز والأكسجين أولدي ما كاين والو. حنا كنطلبوا من المسؤولين يقوموا بمدينة جرادة، الشباب ديالنا كله مات السندرية.